near any area in your skin where you feeling has it changed or decreased؟ هو سنة تانية بس لحظة. واحنا فين؟ في أي دور؟ التاني؟ السلام عليكم. السلام يا حبيبي. أنا في الدور التاني أهو بس مع سنة خمسة. ممكن تديني نص ساعة بس؟ نبدأ بمين؟ بسؤال، هل في يشوف السيمتري اللي موجودة؟ هل الإحساس في اليمين زي الشمال؟ ودايما لما أجي أشرح للبيشنت على الناحية السليمة وأجي له على الناحية الأفكتد بعد كده. شوف دكتور سرحان لم كده لما بيجي كان يأسس، يعني انا معاه في العياده، ما اعرفش انت لحقته ولا لا، اعتقد الدفعه دي لحقته صح؟ طيب لما بيجي يأسس حتى الجوينت الشولدر او النيه يروح للناحيه السليمه، يقول له بص انا عملت فليكشن، عملت اكستنشن هنا، ويعمل على الناحيه الافكتد. طب تعالى بقى في الناحيه الافكتد نعمل نفس الحركه اللي عملناها في الشمال مثلا، ونعملها في الافكتد في الناحيه اليمين. يبقى لازم توري البيشنت الصح فين؟ سيمتري اليمين زي الشمال. هيقول لك لا ده انا عندي فيه اختلاف. تمام كده يا شباب؟ يبقى انت كده ايه؟ قربت من الاريا اللي فيها المشكله اللي قال لك عليها، وقدرت تقارن بالسيمتريه، والبيشنت قدر يحدد لك. قبل بقى انواع السنسيشن وطريقه الاسسمنت بتاعتها هتختلف باختلاف نوعه. البين والتمبريتشر ليهم طريقه، الديسكريمتيف سنسيشن ليهم اسسمنت، الفايبريشن ليه كذا حاجه. هتشرح للبيشنت نوعيه الايه؟ تعمل له ديمونستريشن كده، احنا هنعمل 1 2 3 أربعة. وزي ما قلنا تبدا تعمل الاسسمنت بتاعك على الان افكتد سايد. في النيورو بنقول عليه ايه؟ ان افكتد، او مصطلح احلى شويه ليس افكتد. يعني ممكن البيشنت يبقى فيه افكشن في الناحيتين، بس ناحيه منهم طبعا هي الاكثر، هي الدوميننت، خلاص؟ فبنقول عليه ليس افكتد سايد. في ناس تحب الان افكتد وفي ناس تحب الايه؟ الليس افكتد. النيورو معلش في ناس معقده شويه، بتقف على المصطلحات شويه. خلاص؟ بعد كده هنا لازم البيشنت وهو بيدي لك الريسبونس، انا بتكلم على حاجه سنس، عمال اقول لك سنسبيليتي ويعني ايه سنسيشن، وعمال اوضح احساس كل حاجه وشرحتها لك بالتفصيل، جرافيسيزيا، ستيريوجنوزس، سنس اوف بوزيشن، سنس اوف موفمنت، صح؟ كولد، وورم، بين، البين ده شرب ولا ضل، صح كده؟ يبقى لازم البيشنت وهو بيرد عليك بقى ما يديش رد مايع، لازم يقول لك ده شرب، ده ضل، نو، مش عارف اقرر. تمام كده؟ لازم يقول لك واحد من الايه؟ من الثلاثه دول. الفيجن لازم يبقى ايه؟ اليمينيتد ديورنج السنسوري تيست. خلاص؟ طبعا السنسيشن مش متعلق بالسنسوري تراكت بس، الدورسال كولم والانترولاترال سبينوسالامك زي ما قلت لك من شويه في اول المحاضره، متعلق بمين؟ بالبرسبشن. يعني ايه برسبشن؟ هيروح على البري فرونتال ويروح للمالتي مودال سنسوري اسوشيشن اريا، ويروح بعد كده على الليمبيك سيستم عشان يروح لاريا 1 2 3 تقول ده كان بين، ده تمبريتشر، ده كذا. تمام كده؟ يبقى ما هو الديب سنسيشن ده عباره عن ايه؟ ها؟ انتربريتيشن، ترجمه. الترجمه دي بتاخد وقت وتعمل بروسيسنج، يبقى لازم في حته ايه؟ الليمبيك سيستم اضافت ليها حته الكوجنيتيف، حته الايموشن. ممكن انا اقرصك قرصه ما تعيطش منها، نفس القرصه اقرص بيها حد تاني يصوت. صح؟ حد يمسك الكوبايه ويشرب الشاي تلاقيه سخن مولع. مولع والبص الدخان طالع منه وبيشربه. عادي خالص، واحد تاني بس كده يحط شفته تتلسع تتحرق، يجي لها حرق من الدرجه الاولى. كل واحد مختلف عن التاني، صح؟ يبقى محتاجه سنه كوجنيتيف. تخيل لو البيشن ده عنده مشكله في الكوجنيشن، عنده مشكله في الايموشن، ممكن يأفور، صح؟ يأفور الاحساس ده، ممكن يكذب عليك، سواء بقى يعني مش هيدي لك الرد المظبوط او يضحك عليه. عيان النيورو لازم تبقى وانت بتتعامل معاه مدرك لكل ده وانت شغال معاه. تمام كده؟ مش انا بعمل سنسيشن يبقى الباقي كله سليم. لا، لازم تبقى انت وانت بتتعامل مع عيان ستروك مثلا، تمام كده؟ تبقى انت عارف ممكن يبقى عنده من الاريا اللي اتضربت حاجات فيها في الكوجنيشن. مش انا لسه قايل لك من شويه ممكن يشوف الصوره بس مش عارف مين اللي شايف، ما يعرفش ان دي بنت. ممكن يبقى شايف فاميليار اوبجكت، واحد زي ترامب ولا حد زي رئيس الجمهوريه السيسي مثلا، وما يعرفش ده مين، في حين ان هو قبل ما تجيله الجلطه كان عارف
وشخصية معروفة للناس كلها. واضح؟ واحد كان بيعرف يكتب ما بقاش عارف يكتب، مش فاهم الحروف ولا الحاجات اللي شايفها قدامه. يبقى جزء الكوجنيشن متعلق معايا في جزء مين؟ السنسيشن، لازم ابقى اوير بيه. تمام كده؟ خلاص ولا ايه؟ لو البيشنت مش قادر يرسبوند فيربلي، ممكن نخليه مثلا ببربشه عينيه، بلينك يور اي لو هي ضل، لو اوبن يور اي لو هي شارب. تمام كده؟ خلاص؟ باي وسيله يرد عليا البيشنت. افرض لو البيشنت اساسا في الاي سي يو والكونشس بتاعه مش قوي قد كده وانت بتاسس، خلاص يا باشا تغمض عينيك او تفتحها بس مثلا على قد ما هو قادر. واحد في حادثه سباينال كورد انجري وبتاع وانت بتاسس البين والتمبريتشر والكلام ده كله، تعمل الاسسمنت بتاعك ومش قادر يقوم لسه في على السرير ونايم ومش قادر يتكلم مثلا، او حاجه عنده فراكشر في الفك او حاجه، خلاص يستخدم لك ايده الثانيه او يشاور او بعينيه. قول له لو هي شرب، ايوه ما انا بقول لك اهو، تقول له لو هي شرب فتح لي عينيك مثلا، لو هي ضل غمض لي عينيك، مش قادر حرك لي راسك او اي حاجه. وضحت؟ لو هو البيشنت عنده كوجنيتيف ومش قادر توصل لاكيوريت ريسبونس، حاول تستعيد تشوف الموتور ريسبونس ده وتقيم انت بقى. خلاص؟ يقول لك ان السوبرفيشال والديب والديسكريميتيف سنسيشن لازم تاسس ليهم باي لاترال. تمام كده؟ خلاص؟ نبدا بقى لك انك تبدا بالايه؟ بالسيكونس اللي احنا هنشتغل بيه. اول حاجه سوبرفيشال سنسيشن. سوبرفيشال سنسيشن لما هنيجي نتعامل معاها بنتعامل معاها بالديرماتوم، تاخد درماتوم تشتغل فيه. تمام كده؟ وما ننساش ان الدرماتوم متغطي بمين؟ بالدرماتوم اللي فوقه واخد نص الدرماتوم، والدرماتوم اللي تحته مدي النص اللي تحت، صح كده؟ سي 5 لتي 1 مديه للابر ليم، من ال 2 لاس 3 مديه لللور ليم، من تي 2 لال 1 للترنك، صح كده؟ ما تنساش الفيس واخد من الترايجيمينال نيرف سنسوري بتاعه. يبقى انا لو باسس الفيس سنسيشن ورا هتنام، لو باسس الفيس سنسيشن يبقى انا مين؟ ترايجيمينال نيرف. ماشي يا شباب؟ النيرف الخامس منين؟ من الكرينيال نيرف. ادي اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت، السنسوري بتاعنا. تمام كده؟ والصوره دي برضو صوره ثانيه للاوفرلاب بتاع الدرماتوم ده على ده. خلاص؟ تمام؟ وادي لو احنا خدناهم اهم من سي 2 لحد تحت، فاكرين سي 1 قلنا ملهاش، صح كده؟ ده الميتوم ده هنا كده اهوت، لا ده برضه سنسوري. خلاص؟ طبعا عارفين الدرماتوم السنه اللي فاتت، ولا اقوم اقوله؟ ها؟ طيب لو انا بتكلم على الديب سنسيشن، يبقى اول حاجه خدنا السوبرفيشال سنسيشن، لما هتيجي تشتغل هنشتغل فيها على مين؟ درماتومال. طيب في الديب سنسيشن انا شغال على الجوينت والبادي ريجون، اول حاجه تبدا بالفيس تتشك على الفورهيد واللبس والتشك، بعد كده تبدا تاخد كل جوينت وتاسس فيه السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت. تمام كده؟ للجو للنك للابر لمب كل شولدر والبو وريست، تنزل تحت هيب وني وانكل، وممكن تاخد السباين معاك والتوز. تمام كده يا شباب؟ بنديترماين ايه بقى؟ لازم نحدد الكاركترستكس بتاعتها، الكوانتيتي اوف سنسوري امبيرمنت والكواليتي. شوف الكوانتيتي والكواليتي. يعني ايه الكوانتيتي؟ انت في دماغك الدرماتوما الماب. لو انا عندي لقيت هايبوسيزيا على ناحيه واحده كلها، يبقى البيشن ده اتوقع ان هو هيميبليجي، صح كده؟ طب لو هو كان الاحساس عنده مختلف في اللور ليمب وفوق الدنيا سليمه، يبقى ده ايه؟ بارا بليجي. تمام كده؟ طيب لو انا عندي الريديال نيرف اتضرب بس السنسيشن بتاعه، تمام؟ عندي الالنر نيرف، خلاص؟ يبقى هلاقي الدرماتوم بتاعه
هو اللي مضروب. خلاص كده واضح الديستريبيوشن بتاعه هو اللي متأثر. عندي الشورال نيرف الاقيه هو اللي متأثر. طب لو بيشنت عنده بريفرال نيوروباثي ممكن تلاقي الديستريبيوشن بتاعه ضارب الناحيتين والاثنين زي بعض، غالبا تلاقيه من ديستال لبروكسيمال. تمام كده خلاص، بيبقى جلاف اند ستوك، كانه لابس جلافز، تلاقي احساس عنده في ايديه كده لحد فوق الريست بشويه، وكانه زي لابس شراب. خلاص تلاقي الاحساس فيهم قليل شويه. خلاص ده مقارنه ده بالراجل ده، ده لو عنده ال 5. شوف هنا لو انت شاكك في الجلاف اند ستوك ده مثلا، في الستوك اللي هنا ده مقارنه بال 5. طب لو انت لقيت عندك سبورادك بقى، لقيت الرجل دي مثلا اللي هنا وبالمنظر ده، ولقيت معاه شك ان البيشن ده ام اس. سمعنا عن الام اس؟ نعم مش سامع، هو الماوس مش باين، معلش. لو انا لقيت هنا بقى زي ده كده ام اس مالتيبل سكلروز، ده بيضرب مين؟ المايلين شيس. تمام كده في السنترال نيرفس سيستم. خلاص يعمل لي، ياثر لي على السنسيشن في مناطق مختلفه. خلاص وبيجي بكذا اتاك، كل اتاك بقى على حسب المكان، كل بيشنت هو ونصيبه. يبقى ده لو انا باسس ايه؟ كوانتيتي. تمام كده يا شباب. يبقى ممكن يجي لك يونيلاترال ديستريبيوشن، يبقى نقول عليه زي الهيمي، بارابليجيك او تترابليجيك كوادربليجيك. خلاص لو جالي على ال بتاع النيرف، على النيرف ديستريبيوشن، يبقى انا عارف الديرماتومال ماب ده بتاع الماسكولوكوتينيوس، ده بتاع سنسيشن بتاع الراديال، ده السنسيشن بتاع الالمر. تمام. ممكن يجي لك جلاف اند ستوك، ده تشك ان غالبا حاجه سيستميك. تمام خلاص، ده الروت اهو لوحده ال 5. طيب لو جالك سبورادك بقى في الرجل دي وشويه، وفي الرجل دي هنا مختلف عن دي في كتفه، تشك انه غالبا ممكن يبقى ايه؟ ام اس. طب لو هنتشك هنا بقى الكواليتي اللي اتكلمنا عليه ده، الكوانتيتي اوف سنسر. طب الكواليتي، الكواليتي لا يخلو من هل هو نورمال وانتاكت سنسوري ولا ابسنت. لو حاجه ما بين الاثنين دول، يعني له نورمال وله ابسنت، نقول عليها ايه؟ اناسيزيا. تمام كده خلاص. هاجي لك دلوقتي اصبر. بيقول لك هنا لو هو نورمال يعني السنسيشن ان امبيرد والبيشنت قادر يقول لك كل حاجه. طب ابسنت، السنسيشن كله لوست. خلاص. طب قال لك هنا اف اول سنسوري موداليتيز ار لوست، لو كل السنسوري موداليتيز هنا لوست، بس يقول لك انا حاسس بيها ايه؟ زي متخدره كده، دي بنقول عليها اناسيزيا. طيب هو مش قادر يفسر، بنقول عليه امبيرد. يعني ايه امبيرد بقى؟ خمسه، واحده من الخمسه دول، يا اما هايبوسيزيا او بتاع عليها هايبسيزيا، سواء كده او كده، ده ديكريز في السنسبيليتي اويرنس، تعمل له البين يا دوب هو حاسس بيه، بس اليمين الافكتد اقل من الناحيه السليمه. خلاص بنقول عليها هايبوسيزيا او هايبسيزيا. خلاص العكس بتاعها هايبرسيزيا او هايبر سنسيتيفيتي. خلاص لما بيجي النيرف بعد ما كان حصل فيه نيوروبراكسيا او اكسونوتيمسيز وبيبدا يرجع تاني، بيرجع السنسيشن في الاول، فبيبقى البيشنت هايبر سنسيتيف، غالبا عليها هايبرسيزيا او هايبر سنسيتيفيتي، دايسيزيا او ديفيكالت سنسيشن. البيشنت ماله؟ بيقول لك ان اوردر ستيمولس ريزلت ان ديس اجريبل سنسيشن، بيقول غلط. انت بتعمل له بين في الاستيمولاي، يقول لك البين في نقطه معينه، يقول لك لا ده في مكان تاني. خلاص. الودينيا، الودينيا لو انا ستيمولس قليل بس بالنسبه له كبير جدا، مش انت مش مستحمل يلبس فانيلا، ده حاجه بسيطه صح؟ صح ولا ايه؟ ده معناه ان عنده ايه؟ الودينيا، الحاجه البسيطه بالنسبه له كبيره جدا. باراسيزيا، كل الحاجات بقى اللي ايه بنقول عليها الانبليسنت سنسيشن،
زي يقول لك بيرنينج سنسيشن، حاسس باحساس سخونه، يقول لك حاسس زي احساس الديسك كده، يقول لك حاسس ببيرنينج تينجلينج سنسيشن، بنمبنس تنمير، كل ده نقول عليه ايه؟ باراسيزيا. كلهم معين تحت مصطلح مين؟ امبيرد سنسيشن. في الاول قلنا يا اما انتكت يا اما ابسنت، تمام كده خلاص. وفي النص واقع مين؟ الامبيرد ده. خلاص يا شباب، الهايبر سنسيتيفيتي انا كان في عندي حاجه ورجعت، او بيقول لك اكسسيف او انكريس سنسيتيفيتي تو سنسور ستيمولاي. الالودينيا متعلقه بالبين اكتر، لكن الثانيه مش شرط البين، هو ده احساس لكل حاجه بس الدنيا زياده قوي عن اللزوم عنده. خلاص keep in mind، خلي بالك من النقطه اللي انا هقولها دي. الامبيرد سنسيشن من السنجل نيرف روت انجري يعمل ايه؟ ابسنس في السنسيشن ما يعملش هايبوسيزيا، ما يعملش، انا اسف، ما يعملش ابسنس في ما يضيعش السنسيشن خالص، لكن يعمل معاك هايبوسيزيا. حد يقول لي ليه؟ متغطي بالدرماتوم اللي فوق والدرماتوم اللي تحت. خلاص وضحت. هنيجي على السبيسيفيك سنسيشن بقى، لو احنا هنتكلم بقى الايفالويشن بتاعنا السوبرفيشال والتكتايل سنسيشن هنتكلم عليه، بعد كده ديسكريمينيتيف، وبعد كده البروبيوسيبتيف. نتكلم اول حاجه على مين؟ تيستينج في السوبرفيشال للشارب والضال بين. ماشي في اي تراكت الشارب والضال بين؟ البين لاترال سباينو سلامك تراكت. ادي الادوات اللي هتاسس بيها. الشاربه تاخد سن الدبوس، الضل تاخد ايه؟ الحته الكيرفد دي او الكيرفد اللي هنا دي، تمام كده. يبقى هنا دي بتاعه الشارب السن، والكيرفد ده بتاع مين؟ بتاع الضل بين، تمام كده يا دكاتره. طبعا بقى يقول لك انك لازم تبقى معقمه بالكحول او لكل بيشنت واحده لوحده. خلاص طبعا بعد ما شرحت للبيشنت يقول لك انك لازم وانت بتضرب بسن الدبوس لازم بيكون بمين؟ انف فورس، ولازم تحط سن الدبوس لمده ثانيه، مش تشيله يا دوب انا ايه بنقر كده نقر واشيل، لا، وبتمشي في الدرماتوم زي ما احنا قلنا الاساس اللي انا قلته في الاول ثابت، تمشيه هنا. خلاص بالنسبه للسوبرفيشال سنسيشن، خلاص يبقى لازم يكون معايا انف فورس بعمل بيها، سواء بقى زي ما قلنا راس الدبوس او بالغطا بتاعه ده للكرود تاتش، ده للشرب وده لمين؟ للكرود. خلاص لازم اقعد حوالي ثانيه او ممكن اكتر سيفرال سكند لحد ما يحصل معايا مين؟ سنترال بروسيسنج، وبعد كده ناخد الايه؟ الريسبونس من البيشنت. الريسبونس واحد من ثلاثه، شرب، ضل، كان نوتل، مش قادر اقول لك هو شرب ولا ضل، مش قادر، تمام كده؟ خلاص؟ وما تنساش انت ماشي ايه؟ درماتومال. التمبريتشر سنسيشن غالبا معانا ما بنأسس، ما بنعملهاش اسسمنت. ليه؟ نفس التراك بتاعت مين؟ بتاعت البين. انا عملت اسسمنت للبين. يا اما تترمي ورا يا اما تترمي قدام. تقيله خالص. ممكن نشيلها. شيليها على ايدك. تمام؟ يبقى التمبريتشر لو انا هعملها قال لك تبقى الهوت ووتر من 40 ل 45 درجة. الايس من 5 ل 10 درجات. لو زاد عن كده الهوت بقى بين، لو قل عن كده بقى بين، تمام كده؟ خلاص؟ طبعا قال لك بقى بتجيب ازازتين، ازازه بقى ساقعه بالدرجه دي وازازه سخنه، خلاص؟ وطبعا تمشي ايه؟ درماتومال، تمام كده يا شباب؟ درماتومال سيكونس ومنتين اتش كونتاكت فور سيفرال سكند. يبقى لما انا ابقى شغال على البين او التمبريتشر
لازم الاستيميليشن بتاعي بسن الدبوس او غطاء او بالازايز الميه الساقعه والسخنه دي 200 سيفرال سكند، والبيشنت لازم يقول لك واحده من ثلاثه، هوت كولد كان نوت تل، او شارب ضل كان نوت ايه تل. لو احنا هنعمل تيست لللايت تاتش، لايت تاتش هتجيب قطن وتمشي درماتومال برضه او منديل وتمشيه على السكن، تمام خلاص. كلينكس خلاص، او ممكن لو في الرسائل بقى وبيبر وشغل كده حاجه اسمها سيمز وونستون مونو فيلمنت اللي هي دي، وتمشيها كده كلايت تاتش، هنا بتستخدم كبريشر، تمام كده شباب. يبقى قال لك احنا هنستخدم هنا نختار واحده من اللي احنا قلنا عليهم، وطبعا هتمشي درماتومال، ولازم تاخد الريسبونس بتقعد بقى سيفرال سكند، وتاخد من البيشنت الريسبونس ايه بتاعه. بس خلي بالك بقى وانت بتعمل ما يبقاش بنفس السيكونس، يعني انا مش حطيت هنا واخد بالك، انا ماشي في الدرماتوم وباخد الدرماتوم، ما يبقاش انا واخد بين مثلا كل واحده 3 4 ثواني يبقى هي نفسها 3 4 ثواني واحط 3 4 ثواني احط، لا غير مثلا 3 ثواني يبقى مره ثانيتين مره 5 ثواني، تمام كده تغير التايم بتاعك خلاص، عشان ما تديش توقع للبيشنت بالمكان يعني او بالطريقه بتاعتك في الدرماتو خلاص. بيقول لك هنا في اللايت تاتش سنسيشن مش هيفرق معايا لو انت بتعمل في هير او مفيش، ليه؟ فاكرين قلنا حوالين الهير اساسا في ريسبتورز بتاعت اللايت تاتش، الهير اند بالب اللي قلناها في اول محاضره. ايه الهير اند اورجن بتاعت اللايت تاتش، سواء في هير او مفيش، تمام كده خلاص، يبقى اللايت تاتش كده كده ايه متجاب، تمام يا دكاتره. ندخل على البريشر تاتش، البريشر تاتش بنجيبه بمين؟ عارفين الاستيكه اللي في ظهر القلم الرصاص؟ ها؟ وهتضغطها ايه؟ ديبلي شويه في السكن، يا دوب ان انا اوصل ديبر في السكن خلاص؟ بعض الناس كان زمان في الاول كده الاسسمنت برضو كانوا بيجيبوا ويتس يا اما 5 من 10 او 1 او 2 اونص، معرفش الاونصه دي وزن قد ايه خلاص، في ميتال كبسول كده ويحطوها ويمشي درماتوم خلاص يا شباب، والبيشنت يكون قادر يفرق ما بين الاوزان دي، يقول لك دي اتقل دي اخف، تمام كده، تقعد تحط له كل واحده فيهم وهو البيشنت يكون قادر ايه يفرق. دلوقتي بيعملوها بالسيمز وينستون مونوفيلمنت دي بالبريشر تاتش، بيحسب لك مقدار البريشر، الشعره اللي موجوده قدامك دي نايله كل مدى ومدى بيزيد السمك بتاعها، فبتقدر تستحمل بريشر اكتر. يعني انا جيت هنا مثلا دي لما انا اجي اضغط بيها كده التانيه اهي، صح كده صح ولا ايه؟ طيب لو انا جبت حاجه اقوى شويه مش هتبتدي بنفس الفورس اللي انا تانيت بيها، صح؟ كل ما زودت السمك كل ما ايه مش هتتني دي معايا بسرعه، فكل واحده فيهم بالفرص بتاعتها تقدر تحدد لي البريشر بتاعه، وبيتحسب بالمايكروجرام، وده الجدول بتاعها ليها مقاسات 1.65 2.44، تمام كده، وكل واحده بتحدد لك مين من الريسبتورز اللي قصادها جابته وايه نوع التاتش اللي جايباه، تمام كده يا شباب. دي تقدر تاسس بيها، انا دي اشتغلت بيها في رساله الدكتوراه بتاعتي، كانت حالات واخده كيمو ثيرابي، تمام كده، حالات كانسر واخده كيمو ثيرابي، وكنا بناسس نشوف السنسيشن في السول اوف ذا فود، ونشوف تاثير السنسيشن، عملنا بروجرام للبالانس، تمام كده،
وشفنا تأثير البروجرام بتاع البالانس ده على السنسيشن والخاص البريشر سنسيشن، وعملنا له اسيسمنت بالسيم زونست مونوفيلمنت، تمام كده، قبل وبعد. واضح؟ بتتباع السيم زونست مونوفيلمنت دي بكذا طريقه. الكوميرشال واكتر حاجه بتتباع بيتباع فيها 5 اقلام، تمام كده، بكذا سايز مختلف. في ممكن يتباع قلم واحد بس اللي هو 2.83%، ده غالبا بيبقى بيأسس البريشر تاتش في الابر اكستريمتي. وفي 5.7%، ده بيبقى انديكيشن للبروتكتيف سنسيشن. خلاص، اكبر حاجه اللي هي بيبقى فيها 20 اللي موجود عندنا في الكليه دي اللي هي الخمسه، تمام، ودي اللي استخدمتها معايا في الرساله. يبقى دي بتقيس البريشر تاتش او المينتيند تاتش. خلاص، الطريقه بتاعتها بقى انت في كل بوينت بتحطها على حسب زي ما احنا قلنا درماتومال او على حسب الروت بتاع النيرف، تمام كده. هنا بيقول لك تعملها 5 مرات، كل مره تضغط وتستنى ثانيه وترجع تاني. لو البيشنت جاب 4 من 5 صح تحسبها له، اقل حاجه جاب 80% على الاقل. لو جاب اقل هو مش قادر يجيب، انا قلت لك سمكها كانت رفيعه صح، تجيب السمك اللي اعلى منها وتاسس بيها، تمام كده. البيشنت ما جابهاش، ما جابش 4 من 5، جاب 4 يعني جاب 3 من 5، 2 من 5، وقدر يقول لك اه انا حاسس. انت بتضغط بيها بريشر، حاسس ولا مش حاسس؟ قال لك اه حاسس، تمام كده. خلاص، يبقى هي دي هتسجل الرقم ده والبيشنت قادر يورجنايز بدي. طب البيشنت مش قادر يحس باللي انت ضغطت بيها دي، تمام كده، عملت له 5 مرات ما جابش الا واحده او ما جابش ولا واحده، تاخد الايه اللي سمكها اكبر شويه وتاسس بيه. خلاص كده، وضحت؟ بص هنا كده الواحد 64% بيقول لك دي اقل واحده في الست. طيب كل دول يعتبروا وزن نورمال، يعني في ممكن ناس تقدر تحس بال 61، في ممكن ناس الاحساس بتاعها 2.44 يبدا 2.83، تمام كده. خلاص، الفيميل كان بيقول لك يبداوا ايه عند مين؟ عند 3.22 دي تقريبا. ما علينا بقى، هتلاقي فيه بقى للبروتكتيف سنسيشن النورمال سنسيشن هنا كده اهو عند مين؟ عند 4.17% لحد النورمال. خلاص، بعد كده بقى مقاس 4.31%، لو البيشنت مش قادر يجيبه. شوف، تخيل هنا كده بيقول لك ايه، ان البيشنت ده هيبقى عنده ابسنت ستيريوجنوزس والبروتكتيف سنسيشن عنده ابسنت، يعني ممكن ماسك حاجه سخنه يدنه ماسكها مش حاسس بيها. خلاص، او حاجه ساقعه قوي زياده عن اللزوم، البروتكتيف سنسيشن عنده في مشكله، اللي حاطط راسها على الديسك دي. ابسنت ستيريوجنوزس، يعني ايه ستيريوجنوزس؟ حطيت له مفتاح في ايده، مفتاح في ايده مش عارف ان ده مفتاح. ده تقدر تدي لك انديكيشن، ادي كل مقاس فيهم يدي لك انديكيشن قصاده، تمام كده، على طول انت عارف انت بتعمل ايه مع البيشنت ده، او وضع البيشنت ده ايه، الاسسمنت السيشن بتاعه، تمام كده يا شباب. يبقى ده يعتبر ايه، بريشر تاتش، صح كده. احنا خلصنا مين؟ سوبرفيشال سنسيشن. ندخل بعد كده على الديسكريمينيتيف سنسيشن. الساعه كام؟ 7:15. ما انا عايز والله، يعني ايه، بص هي خلاص اهو قربنا، عشان ابقى انا برأت ذمتي منكم بس. نعم، ما انا والله مش مستوعب. بامسح يا ابني الكلام ده، امسح.